ماتش الأهلي والعين الإماراتي واللي بدأ الساعة 8 في بطولة الانتر كونتيننتال، اللي هو بطولة يعني في حد ذاته، واللي هيكسبه هيكون حق كأس الأفرو أسيوي، وهياخد 2 مليون دولار وهيتأهل للمرحلة النهائية من المسابقة اللي هتتلعب في قطر في شهر ديسمبر اللي جاي. الشوط الأولاني خلص خلاص منذ لحظات قليلة. في الشوط الأولاني قدر وسام أبو علي يجيب جون جميل جدا نتيجة خطأ من احد المدافعين في فريق العين اللي كان يعني بيرجعها لحارس المرمى قصيره، فقدر وسام ابو علي يقتنسها ويجيب الجون. طبعا واضح جدا انه كان الاهلي هو الفريق المسيطر جدا على الشوط الاولاني، لعب حلو جدا، وده مش تحيز، ده واقع، فريق الاهلي لعب كويس جدا. ان شاء الله يعني بعد شويه يبدا الشوط الثاني، وان شاء الله يستكمل الاهلي اللعب الحلو، ونشوف كمان يعني عايزين جونين بقى ثلاثة كمان حلوين كده، ونحتفل النهاردة بفوز الأهلي كالعادة زي ما الأهلي معودنا. طيب بعيدا عن الأفرو أسيوي، الماتش هيكون كمان على زعامة العرب، لأنه الفرقتين السنة الأخيرة كانوا الأقوى، وطبعا التنافس هيكون بين عرب أسيا وعرب أفريقيا اللي شفنا تنافس كبير سابق في البطولات العربية والعالمية بينهم، وكان آخرها لو فاكرين ماتش الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية اللي الأهلي كسبه 3-1. الأهلي متعود يكسب يعني يا جدعان، وكان بيتلعب في السعودية، وقبله الأهلي كسب الهلال السعودي بربعية برضو في كأس العالم، بس المرة دي كان بيتلعب في قطر. عشان كده كل الأهلوية بيمنوا نفسهم إنهم النهاردة إن شاء الله يحاولوا الفوز على العين الإماراتي اللي بيملك طبعا سكواد قوي جدا، يعني هو فريق العين فريق قوي وفريق يحترم، وعنده في خط الهجوم بيقوده اللاعب المغربي سفيان رحيمي، طبعا سفيان جامد جدا، بس برضو الأهلي بيملك أفضل مهاجم رقم 9 في الدوري المصري، وسام أبو علي اللي جاب جون أهو، يعني الراجل يعني يعمل إيه، جاب جون اللي كل الأهلوية طبعا حاطين أملهم عليه، لأنه يتألق في الماتش ويقدر يهز شباك العين الإماراتي، وفعلا هز شباك العين الإماراتي تحديد في الدقيقة رقم 32. إن شاء الله هو وسام أبو علي مع نجوم الفريق يكونوا على قد المسؤولية في المواقف الصعبة، وده قدر الأهلي دايما، والأهم أنه الأهلي بيلعب في حضور 60,000 مشجع أهلاوي، يعني ما وقفوش خالص عن أنهم يشجعوا الأهلي طول الشوط الأول، ثانية بثانية لحظة بلحظة. الأهلي لو فاز إن شاء الله في الماتش هيتوج بأول لقب في تاريخ مصر وأفريقيا والعرب في بطولة يعني بتخص الفيفا، وهتبقى أول ميدالية ذهبية في التاريخ، وسبق للأهلي إنه فاز ببرونزية كأس العالم للأندية 4 مرات قبل كده، بدأت في 2006 وكان آخرها السنة اللي فاتت في السعودية. عشان كده هننتظر لنهاية الماتش اللي خلص الشوط الأولاني منه منذ لحظات، إن شاء الله نستنى آخر الماتش نعرف هل هيقدر الأهلي يواصل تألق اللي بدأوا في الشوط الأول ويواصل أيضا حمله للقب العالمي الأول، ولا هتتأجل الفرحة لوقت تاني؟ لا إن شاء الله مش هتتأجل.